السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، كان الناس بعض الناس كاين بعض الناس اللي كتبوا لنا وقالوا لنا يا ولدي هم ربحوا اكاديمية سوتشي اللي كنت تضحك عليهم وتأهلنا للدور الثاني. صحيح انا نتمنى اللي كتبوا لنا يشوفوا مقابلة برك. هذا واش نحوسوا هنا؟ ما نحوسوش حاجة كبيرة، حنا ماذا بينا العلم الجزائري دائما يرفع، هذه مفروغ منها. بصح كاين حاجه ان شاء الله تشوفوا المقابله كامله تاع السعوديه وشوفوا هل صحيح يعني المنتخب يستاهل يتاهل ولا لا. برك هذا ما كان تشوفوا المقابله ومن بعدها احكموا نفسكم. كي قلت انا منتخب براد وما غلطش، كي قلت هذا المنتخب راهي مش غير منتخب براد، راهي سلسلة من المنتخبات وسلسلة من الإقصاءات لجميع المنتخبات، راني مانيش نخرف. المهم لكل حال إن شاء الله حنروح منتخب بعيد، ماذا بينا في الكأس العربية، لكن أمور واضحة. نرجع موضوعنا خوتي، موضوعنا هو المقابلة المصيرية بين ريال مدريد ونادي مان سيتي، مقابلة العمر، مقابلة للتاريخ، مقابلة للتاريخ، ومقابلة أيضا داخل مقابلة، مقابلة داخل مقابلة بين كريم بنزيما ورياض محرز. اللاعب الفرنسي الجزائري كريم بنزيما واللاعبنا الدولي الجزائري رياض محرز، مقابلة مهمة، مقابلة تعني الكثير لرياض محرز، تعني الكثير لمان سيتي، تعني الكثير لبيب غوارديولا. هي مقابلة إنقاذ الموسم، مقابلة مهمة بأتم معنى الكلمة، يعني مقابلة العمر، to be or not to be، هذه الواقع، هذا هو الواقع، to be or not to be. مقابلة مان سيتي وريال مدريد سوف تكون في ملعب برنابيو في حضور جماهيري كبير، في انقسام بين الجمهور الجزائري، رغم اني متاكد ان الجمهور الجزائري كامل راح يساند رياض محرز، كامل ولا الجميع، الاطياف، المجتمع الجزائري ولا جميع، كل جماهير جزائريه رايحه تساند رياض محرز، رغم انه ريال مدريد عنده عشاق نتاعو محبيه في الجزائر. نتمنوا التوفيق لرياض محرز وحظ موفق، ولما لا مزيد من التألق. كل المعطيات وكل المؤشرات تقول بأن رياض محرز سوف يدخل أساسي، كل المعطيات، لكن يبقى شيء مهم وهو بيب غوارديولا. بيب غوارديولا لا يوجد خيار ولا بديل بالنسبة له. أنا كنت متيقن مزيد في كلامي، لو كان سيرلينغ أساسي، لو كان سيرلينغ واجد ماهوش مصاب، لو كان صاني غير مصاب، رياض محرز لو يطير، لو يكون أحسن من ميسي ما يلعبش وما يدخلش في المخططات. الأقدار والصدف خدمت رياض محرز لحد الساعة، خدمت رياض محرز، إصابة صاني، إصابة سيرلينغ، يعني أجنحة فرغت، بقى إلا رياض محرز، يعني كل شيء، كل ظروف مهيئة رياض محرز باش يدير مقابلة كبيرة، مقابلة اللي راح يرد بها لكل من ينتقده من أجل الانتقاد، الانتقاد من أجل الانتقاد. رياض محرز بالنسبة لي أحسن لاعب في مان سيتي بدون منازع، بدون عاطفة وبدون انتماء للوطن وكذا، رياض محرز أحسن لاعب في مان سيتي بالأدلة، بالأدلة أحسن من دي بروين. أحسن دي بروين، شيء محير أنه دي بروين في النادي نتاعو في مان سيتي يخيروه أحسن لاعب، وفي المواقع العالمية كاملة يقولوا رياض محرز أحسن لاعب في مقابلة الأخيرة ضد ليستر سيتي. هنا تفهم العديد من الأمور، العديد من الأمور، أنه رياض محرز غير مرغوب فيه. وأيضا ما ننساوش شيء ما شئنا أم أبينا أنه دي بروين لعب بلجيكي، والجنسية تلعب دور كبير، هذا شيء مفروغ منه، الجنسية تلعب دور كبير جدا جدا، تلعب دور كبير في انتقال لاعب من نادي كبير إلى أو نادي ضعيف أو نادي متوسط.
هذا شيء الواقع، هذا الواقع مرير للأسف، هذه أوروبا. لكن بالنسبة لنا يبقى رياض محرز من أحسن اللاعبين في مان سيتي، إن لم يكن هو أحسنهم. في الأخير نتمنى كل التوفيق للاعبنا رياض محرز، حظ موفق ومقابلة جميلة بإذن الله تعالى. مقابلة العمر لرياض محرز إن شاء الله تكون مقابلة العمر بأتم معنى الكلمة. إن شاء الله يكون رياض محرز على قدر المسؤولية، إن شاء الله يدير يصنع الفارق، إن شاء الله إن شاء الله يسجل أهداف، ولو حتى ما يسجلش يثبت ويبرهن باللي أنه لاعب من طينة الكبار. بالتوفيق لرياض محرز وحظ موفق لرياض محرز النجم الجزائري. فالأخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.